مش هينفع تبقى معايا وما سالكيش عن دورك في مسلسل ضربه معلم مع محمد رجب. كلمينا عن انا كنت معجبه بيه زمان اول ما طلع، كان عمل فيلم سينما كان عجبني قوي، وبعدين ما قابلتوش خالص. قابلته مره في علامه استفهام بس، ما كانش ليه شغل معاه، بس كان على بسيط. المره دي بقى فيه تفاعل، لما قعدت معه وكلمت معه وشفته هو بيشتغل عن قرب، يعني هو محترم جدا. الدورة هي ام يعني، انت بقى شوف خيالك يقول لك ايه عن الام، وست لطيفة ومتفهمة ومستوعبة، ام مصرية يعني، وعلاقتها بجيرانها ودودة. كلفت روحك ليه؟ ده احنا الفاكهة ما بتتقطعش من البيت خالص. مجرد ان انا هشوفها ده يخليني اوافق ان انا اروح اشتغل، كمان هشتغل معاها يعني، هيبقى عندي مشاهد معاها، فده كان مصدر سعادتي جدا.